السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة الفرنسية مع لبنى لمستوى ما قبل المبتدئين. لازلنا لم ندخل لا في التحدث ولا في التعليم كيف نكتب تعبير كتابي، لازلنا في الحروف كيف تنطق. إذا نكمل مع الأصوات والحروف الساكنة التي يتغير نطقها. اليوم سوف نتعرف على الحرف سي. إذا الحرف هو سي والصوت هو ك. ك. إذا هذا الصوت ينطق كطريقتين أو بطريقتين في الفرنسية. إذا ننطقه إما كحرف السين أو ينطق كحرف الكاف. لكن طبعا هناك قاعدة، متى ننطقه كحرف السين ومتى ننطقه كحرف الكاف. إذا انتبهوا معي جيدا، ينطق كحرف الكاف في العربية إذا جاء متبوعا ب أ نقول ك، إذا جاء متبوعا ب أو نقول كو، إذا جاء متبوعا ب أو نقول كو. أيضا إذا جاء متبوعا بحرف ساكن، يعني ليس حرف متحرك يحركه، يبقى ساكنا، يبقى كأن فوقه سكون، نقول له ك، كلو، كلو. أيضا إذا جاء آخر الكلمة ينطق ك، هو من بين الحروف التي تنطق إذا جاءت آخر الكلمة. داكور، مثلا بك، إذا ينطق ساكنا في آخر الكلمة. الآن متى ينطق كحرف السين في العربية؟ ينطق كحرف السين في العربية إذا جاء بعده أ ننطق س، إذا جاء بعده إي ننطق سي، إذا جاء بعده إغراك ننطق سي. مثال سوسي، هذا سوسي. إذا هنا نطقت س لأن بعدها أ، ثم هنا نطقت س لأن بعدها إي، سوسي. الآن لاحظوا معي أن بعدها أ أو أو وسوف تنطق كحرف السين في العربية، سا سو سو، مع أننا قلنا إذا جاءت متبوعة بأ أو أو تنطق كحرف الكاف، يعني كا كو كو. لكن ماذا أضفنا لهذه لهذا الحرف حتى نطق كحرف السين؟ أضفنا هذه العلامة الصغيرة، لاحظوا معي هذه العلامة الصغيرة الموجودة تحت. إذن هذه العلامة الصغيرة الموجودة تحت المسمى سيدي، المسمى سيدي. إذن هذه العلامة الصغيرة التي تسمى سيدي هي التي تبدل لنا أو تغير لنا الصوت من الكاف إلى السين، وننطق صا صو سو. طبعا هذه العلامة، يعني هذه لا سيدي التي تجدونها أسفل سي، لا تكون مع الحرف السي المتبوع ب أو إي أو إي، فقط تكون مع الحرف السي المتبوع ب أ و أو و أو، لأننا نريد تغيير نطقه من الكاف إلى السين، يعني من ك إلى س. داكور، سا سو سو. الآن سوف نتدرب على النطق ونتعرف على كلمات بها هذا الحرف. نبدأ أولا بهذه الكلمات، ك لو كلو، مسمار، كاميرا كاميرا كاميرا، كوزين كوزين، ابنة العم أو ابنة الخال، كويزين كويزين، مطبخ. الآن انتبهوا إلى حركة الفم حتى تستفيدوا أكثر من نطق الكلمات بالطريقة الصحيحة. من الأفضل لو أن أمامكم مرآة هكذا تستفيدون أكثر. ك لو ك لو كلو كلو، كاميرا كاميرا كاميرا، كوزين
cuisine. 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 انتبهوا الآن معي إلى هذه الكلمات citron. Citron. إذن طبعا نطقت سي لأن بعدها إي. Citron. ليمون. Garçon. Garçon. إذن لاحظوا بما أن حتى يعني لو أن بعدها أو ولكن بما أن معها سيدي لا سيدي فنطقت سي. Garçon. صبي. فساد. فساد نفس الشيء إذن بها لا سيدي لذلك نطقت س فساد مع أن بعدها أ. واجهة. سوغيز عندما تأتي طبعا متبوعة بأ تنطق س. سوغيز كرز أو حب الملوك. غسو. غسو بالرغم من أن بعدها أ لكن فيها لا سيدي تحتها لا سيدي لذلك نطقت س. غسو. إيصال أو وصل. انتبهوا إلى النطق الآن. سي ت خون. سي ت خون. سي ترون. سي ترون. غا غ سون. غار سون. غار سون. فا سا د. فساد. فساد. سوغيز. 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 رسو. 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 الآن انتبهوا معي عندما يكون الحرف سي مكررا كيف ننطقه. أكسليغي. أكسليغي. إذن هنا الحرف الأول سي جاء متبوعا بحرف ساكن إذن لذلك سينطق كأن فوقه سكون وبالتالي ينطق كحرف الكاف. أك. داكوغ. أما الحرف الثاني فجاء متبوعا بأي أو أ إذن أ avec accent. هنا عندما يكون متبوعا ب أ ينطق كحرف السين لذلك نطق س. إذن الأول ك لأنه متبوعا بحرف ساكن والثاني س لأنه متبوعا ب أ لذلك قلنا أكسليغي. أكسليغي يسرع. نفس الشيء بالنسبة لي أكسيدون. إذن الأول ينطق ك والثاني س لأنه متبوعا ب إي. أكسيدون حادثة. أما بالنسبة لي أكور بما أن الأول ينطق كحرف الكاف والثاني أيضا ينطق كحرف الكاف لأنه متبوعا بأو فنحن نقوم بدمج الأولى مع الثانية كما في اللغة العربية ونقول أكور. أكور اتفاق. نفس الشيء بالنسبة لي أكوي. أكوي الحرف الأول الكاف والحرف الثاني كاف ندمج بينهما نقول أكوي. لماذا؟ لأنه جاء متبوعا ب U ونعلم إذا جاء متبوعا ب U ينطق ك. أكوي استقبال. الآن سوف نرى كيف تنطق هذه الكلمات. أ ك سي لي غي. أكسليغي. أكسليغي. أ ك سي دون. Accident. Accident. Encore. 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 Accueil. 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 إذن إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. لا تنسوني من صالح الدعاء وإلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى.